أحسن الله عزاءكم وجبر الله مصابكم في موت الضمير العربي وفي وفاة النخوة والعروبة والأصالة. اليوم دُنِّست أرض الرسالة ومهبط الوحي، ودُنِّست أرض الحرمين من مجرم قتل أكثر من 1,000,000 مسلم، وهجر أكثر من 10 ملايين من شعبه. فاليوم سيُدفن الضمير العربي الذي مات على طاولة القمة العربية بعد أن قررت جامعة الدول العربية أن تعيد المجرم إليها بدل محاكمته ومحاسبته على ما فعل من جرائم في السنين الماضية. كم كانت الشعوب تراكم ناصرين لها من ظلم الظالمين، ولكن وأسفاه على تضييعكم الأمانة وتضييعكم دماء الشهداء والمستضعفين. يا معشر العرب، هل أنتم بحاجة لنذكركم بأنكم من دعم الشعب السوري على نظام الأسد في بداية الثورة ضد ظلمه؟ هل تحتاجون للتذكير بأنكم أرسلتم إليهم السلاح والمال وقلتم في كل محفل سياسي سندعم الثورة ليسقط الأسد؟ حسبكم الله، فقد خذلتم شعبا كاملا وتنجستم بنجاسة هذا الكلب وأعوانه. حسبكم الله، فقد خنتم دماء طاهرة زكية لا ذنب لها إلا أن النظام النصيري فتنها في دينها ودنياها، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل هناك جرم أو فساد أكبر من الذي فعله هذا بشعبه؟ إن بشار مجرم، إن بشار مجرم في جميع الأديان، في جميع المذاهب، في جميع القوانين، في جميع الأنظمة، وفي حقوق الإنسان مجرم، وفي حقوق الحيوان مجرم، ولو طاف بالبيت العتيق مجرم، ولو شرب من ماء زمزم واغتسل به مجرم، يبقى بشار مجرما إرهابيا مذموما مدحورا. سيخرج بعض المرضى الذين لا يرون الحق إلا مع دولهم ولو أقحموهم في جهنم، سيخرجون ويقولون لكم: وما أدراكم ما السياسة؟ ويخرجون ويقولون لكم: إن كان فيكم خيرا يا معشر السوريين تكلموا على الدولة الفلانية التي طبعت مع بشار قبلنا والتي طبعت مع إسرائيل قبل أن نطبع معهم، سحقا لكم جميعا. لا حبا ولا كرامة لكل من وضع يده في يد هذا المجرم، ولا بارك الله له في حكمه، ولا بارك الله له في سياسته. بعد موت الضمير لا ضير، صافح المجرم، ثم انظروا إلى وجوهكم وأيديكم وتذكروا الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، صافحوه وتذكروا الأسيرات والأسرى في سجونه وهم يدعون عليكم في الليل والنهار، صافحوه واستقبلوه وطبعوا معه، ثم انظروا بماذا ترجع من مكاسب غير الذل والعار. إذا جلس وبدأ يتكلم عن حقوق الشعوب، هل ستقولون له: شكرا أيها السفاح على ما حققت من إنجازات إرهابية في السنين الماضية؟ هل ستعتذرون له بأنكم اشتركتم مع الشعب ضده
في سنة من السنوات بل السنين كلها، عذرا أيها العرب لإزعاجكم، فالسياسة في هذا الزمن لا دين ولا أخلاق ولا رحم ولا إنسانية، سياسة المصالح فقط. ولو سلمنا جدلا أن القرار لكم أيها الشعب السوري الأبي، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الشعب السوري الأشم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الشعب السوري الصابر، قد تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على إلى قصعتها، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الشعب السوري المحتسب، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أيها الشعب السوري الذي طرق باب الرجاء والتوكل والثقة بالله، سيأتي نصر الله إذا انقطعت كل الطرق عليكم وانقطعت كل السبل والآمال والحبال من الناس ولم يبقى لكم إلا حبل الله. سيأتي النصر إذا لم ترجو إلا الله، سيأتي النصر إذا لم تدعوا إلا الله، سيأتي النصر إذا وصلتم إلى يقين أوصل موسى عليه السلام وقال كلا إن معي ربي سيهدين.